مساء الخير. بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتحول الأنظار إلى الشرق الأوسط والجميع في حالة ترقب للوعود التي أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية والتي تعهد خلالها بإعادة السلام إلى المنطقة. ورغم عدم تطرقه للقضية السورية خلال حملته الانتخابية فإن سوريا لابد أن تكون حاضرة في أي حل مرتقب لما تتمتع به من موقع جيوسياسي وارتباط وثيق بمجمل القضايا المتشابكة في المنطقة وملفاتها المعقدة. أهلا بكم في منتدى دمشق. نناقش في محاورنا الليلة محددات سياسة ترامب تجاه الشرق الأوسط والمسألة السورية. كيف تعاطى ترامب خلال فترته الأولى مع الملف السوري؟ مستقبل المسألة السورية خلال ولاية ترامب الثانية. المزيد في التقرير الآتي. رسميا هذا الرجل صاحب البيت الأبيض لسنوات أربع قادمات. نعم ترامب. وبعد خسارته الانتخابات السابقة يعود مجددا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ترامب الذي وصف بالرئيس الشعبوي وصاحب الحضور الغريب والأفعال غير المتوقعة، مر الملف السوري بمتغيرات عديدة خلال فترة رئاسته السابقة بين مطلع عامي 2017 و2021، فهو الذي وجه ضربة عسكرية محدودة لنظام الأسد في مطار الشعيرات بعد أشهر من توليه السلطة، ردا على مجزرة خانشيخون الكيميائية التي قام بها النظام عام 2017، ووصف بشار الأسد بالحيوان، وهو نفسه من أوقف برنامج الدعم عن المعارضة السورية الذي أقره الرئيس باراك أوباما عام 2013 تحت إشراف المخابرات الأمريكية، ليعود مجددا ويستهدف مقر للنظام بقصف جوي عام 2018 ويقابله بمباركة مبطنة لاتفاق الجنوب وتسليمه للنظام وروسيا التي أظهر لها ترامب الود خلال حكمه السابق. قائمة تطول وتطول من المتناقضات في سياسة ترامب تجاه الملف السوري. رأى بعض السوريين أن بعضها كان حاسما في الموقف تجاه النظام، خاصة في تصديقه على قانون قيصر وسلسلة العقوبات التي أنهكت النظام بناء عليه واغتيال قاسم سليماني الذي كان حاكما إيرانيا فعليا في العراق وسوريا ولبنان، لكنه بالمقابل اعترف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل في أذار 2019 وأعلن عن نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا قبل ذلك. ومن هنا مر الملف السوري خلال حكم ترامب بمنعطفات وتحولات تحمل الموقف من النظام وضده بشكل غير معلن. فأين سوريا في سياسته المقبلة؟ وهل يمكن التكهن بما تحمله من متغيرات وسط حملة التطبيع التي تنشط إقليميا ودوليا تجاه نظام الأسد؟ رحب الآن بضيوفنا ماهر مسعود الكاتب والباحث السياسي من برلين، وقتيبة أدلبي رئيس البرنامج السوري في المجلس الأطلسي من واشنطن، وضياء أرويشدي الأكاديمي المختص بالشؤون الدستورية والقانون الدولي من ولاية ماساتشوستس الأمريكية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ بالمحور الأول ومعك أستاذ قتيبة، موقف إيران من ترامب. أمس مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI أشار إلى إحباط خطة إيرانية لاغتيال دونالد ترامب، وسبق لترامب أن اتهم إيران بمحاولة اغتياله حين كان مرشحا، كان هناك أكثر من محاولة. ونتذكر أيضا طبعا مواقفه حين كان رئيسا للولايات المتحدة انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، ومجمل يعني مواقفه وتصريحاته معادية بشكل واضح ضد طهران. كيف سينعكس ذلك على الملف السوري؟ تمام، شكرا جزيلا أستاذ محمد، تحية لك وللزملاء وللأخوة المشاهدين. سياسة الرئيس ترامب ستكون أو سياسة إدارة الرئيس ترامب ستتحدد بمحددين أساسيين.
المحدد الأول بالطبع هو توجه الرئيس ترامب تجاه الرئيس المنتخب ترامب تجاه ملفات السياسة الخارجية، وهذا ما يحدد ربما الشعار الأبرز الذي استخدمه خلال هذه الحملة الانتخابية وخاصة مع المجتمعات العربية والمسلمة، بأنه حدد نفسه بأنه رجل السلام. بمعنى يمكن النظر للرئيس ترامب بمنظور القبضاي بالمصطلح السوري أو الفتوة بالمصطلح المصري، الذي ينظر للخلافات التي تجري أمامه ويحب أن يأتي بمظهر القوي الذي يكسر هذه الخلافات. فهذا بالتأكيد سينعكس على الصراع الجاري في المنطقة ما بين إسرائيل وإيران. ولكن المحدد المختلف هنا هو كما ذكرت محاولات الاغتيال التي قامت بها إيران خلال الخمس سنوات الماضية تجاه الرئيس ترامب. كما رأينا في فترة رئاسة ترامب الأولى أنه بالتأكيد يمانع استخدام القوات الأمريكية واستخدام الإرسال القوات الأمريكية إلى جبهات القتال المتقدمة كما تسمى للولايات المتحدة، ولكنه لا يمانع أبدا من استخدام الأدوات العسكرية عن بعد، بمعنى استخدام الصواريخ أو حتى عمليات الاغتيال. كان اغتيال قاسم سليماني إشارة قوية إلى ذلك، وأيضا كما ذكر بعد انتهاء ولاية الرئيس ترامب الأولى طلبه اغتيال بشار الأسد والذي عرضه في ذلك الوقت وزير الدفاع مارس. فهذا يعطينا إشارة أنه سنرى عودة إلى جناحات ترامب في ذلك الاتجاه، من محاولة الرد بشكل قوي تجاه إيران أو ما أصبح يسمى اليوم التصعيد من أجل خفض التصعيد في مواجهة إيران. فيما ينعكس على طبعا عفوا الجانب المحدد الآخر الذي قد يؤثر على السياسة هو توجه الجمهوريين التقليديين، وخاصة ممن هم ما زالوا مرتبطين بالرئيس ترامب منذ فترة رئاسته الأولى، ممن لم يحيدوا عن سياسته، ممن لم ينتقدوه أو يتخلوا عن التحالف معه. هؤلاء ما زالوا موجودين، سيعودون بقوة، سنرى عودة قوية ل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو غالبا في منصب وزير الدفاع الأمريكي، سنرى عودة للمبعوث الأمريكي السابق تجاه سوريا جول ريبن بمنصب أعلى وأهم في وزارة الخارجية الأمريكية أو داخل البيت الأبيض، وحولهم مجموعة مهمة قادت سياسة الولايات المتحدة في ذلك الوقت تجاه إيران. وهذه المجموعة ترى في إيران أصل الشرور ترى في إيران أصل الشرور وأصل المشاكل في المنطقة أصلا. ما سيؤثر ذلك حقيقة على الملف السوري بشكل خاص؟ سنرى بالتأكيد عودة إلى سياسة الضغط الأقصى، سنرى عودة إلى التأكيد من الالتزام بتنفيذ العقوبات الأمريكية تجاه سوريا، وربما أيضا الضغط على بعض الحلفاء الإقليميين أو الدول الإقليمية التي استغلت فترة إدارة الرئيس بايدن للتهرب من هذه العقوبات وإعطاء بعض خطوط الحياة عمليا للرئيس السوري أو لرئيس النظام السوري بشار الأسد. طيب يعني هذه نقاط مهمة، لكن المتغير الأخير الذي يجب أن أذكره هنا عن فترة الرئيس ترامب الأولى، أن نرى عودة شخصيات، لأن بالنهاية السياسة الخارجية تتأثر أيضا بالشخص بلا شك، سواء كان ذلك الرئيس ترامب أو كما ذكرت التيار الجمهوري المحافظ الذي لديه موقف قوي من إيران. ما تغير في هذه الفترة الرئاسية القادمة هو أيضا ظهور بعض الشخصيات الانعزالية. نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جي دي فانس هو له موقف انعزالي قوي وخاصة في الملف السوري، وأحد المقربين منه هي تولسي غابرد التي زارت بشار الأسد في دمشق عام 2020، وهذا قد يؤثر ربما أو قد يفتح بابا لبعض الانعزاليين الذين ينادون بالانعزال بشكل كامل عن الملف السوري للتأثير على هذا القرار. الشخصية الأخرى التي يجب أن نراقب ما الذي سيكون تأثيرها هو والد صهر الرئيس الأمريكي مسعد بولس. مسعد بولس طبعا عائلة بولس هي من الكورة في طرابلس، وهي من المناطق المسيحية المعروفة في انقسامها ما بين عائلة فرنجية المؤيدة لنظام بشار الأسد المؤيدة لحزب الله، وعائلة معوض الذي هي تعتبر من تحالف 14 آذار. مسعد بولس ينتمي وعائلته هي من المؤيدين بشدة لتيار فرنجية لتيار المردة، وهي بشكل وكما ذكرت ضمن التحالف هذا الموجود مع حزب الله ونظام بشار الأسد. فالسؤال لهم أيضا هنا، ما الذي سيكون تأثير عائلة بولس ومسعد بولس بالذات على توجه الرئيس ترامب تجاه سوريا؟ يعني في هذا السياق أو في سياق ربما قريب أستاذ ضياء، أنه هناك ربما بعض الأشخاص في يعني في الإدارة القادمة قد تكون لديها مساعي مختلفة عن فكرة يعني التصعيد
ضد الأذرع الإيراني عن طريق أو ضد النظام السوري باعتباره يعني حليفا لإيران. هناك تقرير لواشنطن بوست قبل أيام يقول بأنه الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لتحجيم نفوذ إيران لكن عبر التعاون مع نظام بشار الأسد. هل يمكن أن يذهب ترامب في هذا الاتجاه بمعنى أن يكون يعني بدلا من أن يتخذ خطوات ضد النظام السوري باعتباره حليف أو تابع لإيران لا يذهب معه، لأنه حسب يعني الصحيفة التقرير تقول أنه حتى بشار الأسد قال أنه يعني ربما يبدي تعاونا في هذا الاتجاه، ما رأيك؟ تمام، بالبداية بس أحط سوريا، أهمية سوريا من وفقة نظر يعني الخارجية الأمريكية أو خلنا نقول أمريكا كدولة، شو أهمية الملف السوري؟ أهمية الملف السوري يعني هي أهمية تبعية لأهمية منطقة الشرق الأوسط، يعني بالتالي سوريا ما أنا ملف أساسي بالخارجية مثلا على سبيل المثال، مثل ما حضرتك ذكرت مثلا اليوم عم نحكي عن إسرائيل غزة، إسرائيل غزة أهم من سوريا، سوريا ملف تبعي، سوريا ملف تبعي لإيران، سوريا ملف تبعي لا ممكن لحد أقصى لحد يعني كبير يمكن السعودية أو تركيا أو قطر، يعني سوريا ليست لاعبا يعني أو نقطة تحول في رسم السياسي الخارجي الأمريكي، هي نقطة تبعية، نقطة هامشية، يعني أمريكا لا تصمم سياسة الخارجية بناء على ما يحدث في سوريا، ولذلك ربما غاب يعني ذكر سوريا في الحملات الانتخابية والتصريحات. تمام، وهنالك سبب لهذا الأمر حقيقة، اللي هو أنه فلسفة شخص مثل دونالد ترامب هو انه بيروح بيشتغل مع اللعيبه، اذا بدنا نحكي مثل ما تفضل كتيبه هيك باللهجه السوريه، هو بيروح بيشتغل مع الناس اللي عم تلعب، الناس اللي عندها مشاريع، وهون اللي عم بيحكي بالمشاريع ما مشروع صغير محلي، مشاريع اقليميه، مشروع كبير، يعني مثلا بدك مشروع مثلا لنفترض اليوم بغض النظر ولو المشروع سيء للمشروع جيد، ما هذا توصيفنا ما له معياري، توصيفنا توصيف تحليلي، مثلا نتنياهو عم يضرب ويفوت ويحتل ويروح ويجي كذا، حامل نوع من المشروع الاقليمي. ترامب بحب رغم انه كرهه لنتنياهو بحب يروح يشوف الناس شو عم تلعب ويعمل صفقات تناسب رؤيته للسياسي، هو ما راح يروح يخلق لك فكره عن سوريا. هلا اطلع على اللاعبين على الساحه السوريه اليوم، حقيقه شئنا ام ابينا حبينا او كرهنا راح تلاقي بشار الاسد ما زال اللاعب الأبرز، هو اللاعب الأبرز على المستوى الساحة السورية مع الأسف، ولكن هذا الشيء اللي أنت حضرتك ذكرته أنه هل من المستبعد أنه يلعب معه؟ ما أنه من المستبعد، لأقول لك ليش. في نوعين من العلاقات الخارجية بالعالم بفلسفة العلاقات الخارجية، واحد بيسموه constructivism، يعني أنه مبدئي بيحاول يلتمس أو يتمسك بمبادئ العلاقات الخارجية، اللي هي على سبيل المثال السيادي، الاحترام المتبادل، المساواة للدول، كل هذا الأمر. وعندنا شيء واحد تاني اسمه consequentialism، اللي هو يعني منفعي، اللي هو منشوفه أنه الدول تتصرف أو بتسلك سلوك بالعلاقات الخارجية بناء على مصالحها. أوكي، وأنا على الرغم من أني فلسفيا ضد هاي التقسيم، بس يعني للغرض التحليلي ترامب أقرب للconsequentialism، أقرب للمنفعي. هو ترامب ما بيهمه المبادئ الدولية، ما بيهمه شو بينحكى عليه، ما بيهمه هاي القيم ضل محمية، زلمة منفعي، زلمة بتطلع للحياة بشكل براغماتي صرف. وبالتالي ما أنا شايف أي شيء يمنعه يشتغل مع بشار الأسد، ما أنا شايف أي، طالما أنه الساحة السورية خالي، هاي نقطة كتير مهمة، يعني مع الأسف المعارضة السورية من الناحية السياسية، ما عم بحكي هون على أفراد ومنظمات وشباب وشوية ناشطين عم يشتغلوا يعملوا أدفوكاسي، لا أنا عم بحكي على المعارضة الرسمية السورية، فشلت أن تكون بديلا عن الساحة السياسية، فشلت، ليس لديها أي دور، فأنت عندك إذن لا ساحة بلاعب واحد رح يلعب معه. طيب أستاذ ماهر، يعني نحن هناك اتفاق إذن بين الجميع أنه يريد تحجيم النفوذ الإيراني، ضرب يعني الوجود الإيراني، لكن كيف سيتم ذلك؟ طبعا كان له تصريحات حتى في يعني إطار الحرب على لبنان أنه سيوقف الدمار في لبنان، وهذا يعني وفق الرؤية الإسرائيلية وفق رؤية نتنياهو اللي هو صديق شخصي لترامب قطع طرق إمداد حزب الله. ويعني مواقف طبعا ترامب السابقة حين كان رئيسا يعني متماشية مع سياسات نتنياهو، حتى الجولان السوري أصدر فيه مرسوم اعتبره أرضا إسرائيلية يومها، وهناك عداء واضح لإيران، لكن كيف سيتم ذلك
وسينعكس ذلك على الأرض السورية وعلى الملف السوري عموما. يسعد مساك ومسا ضيوفك ومشاهدينك. خلينا بعتقد لازم نحط ثلاث أسس يعني بيزك للنقاش بشكل أو بآخر. الأول هو أنه ترامب شخص غير تقليدي ولا خط، يعني لا يمكن التنبؤ بشكل علمي ودقيق بما سيفعله ترامب. يعني ترامب مش خريج المدرسة التقليدية الأمريكية، يعني اللي فيك تقدر تعرف لوين بتأدي. ترامب أصلا غير سياسي، هو رجل أعمال، ولا يعني حتى الحزب الجمهوري اللي هو حزب محافظ هو حاليا تابع لترامب بشكل أو بآخر أكثر ما ترامب تابع للحزب الجمهوري. هذا من ناحية أولى. ناحية الثانية على المستوى السوري، نحن already بالworst case scenario، يعني تقريبا نحن already بأسوأ وضع، يعني وضعنا سيء. هلا هاي بدي يمنع عليها شغلي، انه شو ما كانت سياسه ترامب فهي افضل من سياسات الديمقراطيين من بايدن لاوباما. هي راح تكون بشكل عام راح تحرك الملف السوري. هلا اذا بدي احكي بشكل مركز عن شو التوقعات لسياسه ترامب تجاه ايران، فاذا بدي اختصرها بكلمه واحده فهي العصر. يعني ترامب سيعصر السياسي الإيراني أو الضغط الأقصى باتجاه السياسي الإيراني ليحقق هدفين، إما للعودة، إما لإجراء اتفاق هو بالضد تماما أو لا يختلف بالمطلق عن اتفاق أوباما النووي، وبالتالي يعني غالبا راح يكون اتفاق مذل واتفاق يعني لن يحصل فيه عليه من خلال الإيرانيين على شيء يذكر كما حصلوا مع أوباما. وهذا الشيء يعني باعتقادي أنا في له أرضية بالواقع، اللي هي الرئيس الإيراني. الرئيس الإيراني اللي بينتبه له بيشوف أنه هذا شخص جاي أشبه بغورباتشوف، يعني شخص إصلاحي وشخص، ولكن اللي بيقوي الجناح الآخر، جناح المرشد والحرس الثوري، هو حصول حرب. هو حصول حرب، وبالتالي بصفي صوت الرئيس الإيراني غير مسموع. وكلنا احنا شفنا الرئيس الإيراني لما راح أمريكا كيف صار يعبر أننا إخوي ونحن بس ما بدنا حرب ونحن بدنا هالشيء هذا. إذن من جهة أولى، إما العودة للاتفاق نووي مختلف، وأما الضرب العسكري. وهذا بهذا الموضوع إيران باعتقادي اللي بده يكون محدد أكثر هو يعني بالتجاذب ما بين ما يريده نتنياهو، وهو بأقصى حالاته ضرب المفاعلات النووية الإيرانية، وما يريده والمصلحة الأمريكية اللي هي استحصال، يعني وهي لمصلحة إسرائيل أصلا، اللي هي استحصال أفضل عقد، أفضل يعني اتفاق نووي جديد، ويعني يعني إيقاف الحرب طبعا في غزة. فباعتقادي أنا هذول المحددين الأساسيين لسياسة ترامب، وهو جاهز ليروح مع إسرائيل. لهيك يعني ترامب من جهة، إذا بتنتبه أنت، أنه كل يعني ترامب جاي مثل يعني سيرفايفرز، يعني واحد جاي الزعماء قبل الشعوب شايفينه مخلص. روسيا يعني بوتين شايفه بده يخلصوا من الحرب الإيرانية، أردوغان شايفه بده يعني يساعده بما يخص الشمال السوري، نتنياهو بما يخص الحرب في غزة، الشعوب. وفعلا يعني في شيء من هذا الشيء صحيح، لأنه السياسة الأمريكية منذ أوباما لم تعد مهمة، لم تعد فعلا قائدة للعالم. وأنا بالأي يعني من الأسبوع تقريبا كنت عم بقرأ بكتاب الصحفي الأمريكي بوب وورد بكتابه الجديد اللي نزل قبل موت حسن نصر الله بعشرة أيام عمليا أنهى، يعني يعني من خلاله بتقدر تفهم بالضبط أنه كيف تعاملت إدارة بايدن مع هذا الملف. يعني إدارة كيف منسق العلاقات كانت بهذا الشكل إدارة بايدن، بمعنى الإسرائيليين ما كانوا رادين أصلا على بايدن، ما كانوا أصلا لا شايفين ولا شايفين بلينكين. فعمليا ترامب من جهة هو راح يكون اكثر، يعني ما بتخيل راح يكون مثل ما الحلم اللي بده اياه نتنياهو، اكثر ضغطا على اسرائيل اذا اراد، واكثر ضغطا على ايران اذا اراد. وبالتالي ممكن يكون ايران فعلا عفوا ترامب جايب معه سلام، ولكن ايضا ممكن يكون جايب معه حرب، لانه الزلمه راح بتخيل انا انه راح يروح باتجاه الاقصى، الضغط الاقصى، اما باتجاه حرب او باتجاه يعني اتفاق نووي جديد مختلف. طيب
يعني بكل الأحوال أستاذ قتيبة، إذا الملف السوري يعني متشابك ومرتبط بالتغيرات في المنطقة والتعاطي معها، لكن هناك مثلا يعني مسار واضح كان وربما يعني بدأ خلال فترة ترامب الرئاسية الماضية، وهو إصدار قوانين تتعلق بسوريا. يعني ترامب وقع على قانون قيصر الشهير الذي يفرض عقوبات مشددة على النظام السوري. على النقيض من ذلك مثلا خلال فترة بايدن عطل هذا يعني القانون في فترات كثيرة. كان هناك مثلا قانون مناهضة التطبيع لم يرى النور في عهد بايدن، يعني لم يتم الموافقة عليه. الآن مع عودة دونالد ترامب، هل يمكن أن تشدد العقوبات مجددا؟ هل يمكن أن يصدر قوانين على تحديدا مثلا قانون مناهضة التطبيع، لأنه هذا له يعني تبعات وأثار سياسية كبيرة مع النظام السوري طبعا؟ تمام. بناء على النقطة الأخيرة، أود أن أؤكد بداية أن الاستراتيجية الأمريكية تجاه سوريا كجزء من استراتيجية المنطقة كما ذكر الأستاذ ضياء لم تتغير حقيقة منذ الفترة الرئاسية الثانية للرئيس أوباما. طبعا الاستراتيجية الأمريكية فيما يتعلق بالمنطقة هي الخروج من منطقة الشرق الأوسط، والتركيز كان بداية على مواجهة الصين، ومن ثم تحول ذلك الأمر إلى مواجهة ما يسمى بالقوى الدولية والGlobal Power Competition. فمنذ ذلك الحين فيما يخص في تطبيق هذه الاستراتيجية، كانت الاستراتيجية في سوريا هي التأكيد على وقف إطلاق النار، محاربة داعش والحركات الإرهابية، احتواء أزمات سوريا سواء كان ذلك فيما يتعلق بالإرهاب أو بأزمات اللاجئين داخل سوريا، والخامسة هي محاولة الوصول إلى اتفاق ما بين النظام والمعارضة فيما يسمى بالمصالحة وليس سياسة تغيير النظام كما كانت عليه الحال في فترة إدارة أوباما الأولى. فهذه الاستراتيجية مستمرة منذ فترة أوباما الثانية إلى ترامب إلى بايدن، واليوم ترامب أو في كانون الثاني القادم. ما اختلف هو طريقة أو الخطة العملياتية لتنفيذ هذه الاستراتيجية. ترامب في فترة رئاسته الأولى طبعا اعتمد على خطة الضغط الأقصى التي سنعود لها اليوم. بايدن اعتمد بشكل أكبر على الدبلوماسية، بمعنى ضمن هذا المسار الاستراتيجي إعطاء دور أكبر للقوى الإقليمية كالسعودية والإمارات لإدارة الوضع في سوريا وتسليمهم الأدوات اللازمة لذلك، بما في ذلك عدم تنفيذ العقوبات أو عدم الإصرار على تشديد العقوبات بشكل كامل، عدم إصدار قوانين جديدة. سنرى بالتأكيد مع إدارة الرئيس ترامب، وأعتقد هذا مرتبط كما ذكرت بفريقه أكثر من الرئيس ترامب بشكل كامل، سنرى تشديد أكبر بالتأكيد للعقوبات. ما هو مهم بشكل أكبر أن الفوز الساحق الذي حققه الجمهوريون على مستوى مجلس الشيوخ ومجلس النواب أيضا سيعني بلا شك تمرين قانون منع التطبيع في العام القادم، بما يحمله أيضا من حزم إضافية للضغط على النظام وللضغط على الدول الإقليمية التي تحاول إعادة تطبيع أو إعادة تصدير النظام بشكل آخر. التحدي الرئيسي هنا المرتبط بسؤالك حول ما أصدرت الواشنطن بوست تقريرا عنه بقلم ديفيد إغنيشيوس عن التواصلات الإسرائيلية الأمريكية حول التعاون مع نظام الأسد، أعتقد هذه نقطة خطيرة جدا في هذه المرحلة. قانون قيصر ستنتهي صلاحيته مع نهاية هذا العام، ولإعادة تمريره أو لإعادة إصداره أو تمديده يجب أن يكون هناك اتفاق جمهوري ديمقراطي على هذا الأمر. ومنذ شهور عملياً طبعاً بعد جهود كثيرة للسوريين الأمريكيين وبعد نقاشات لم تنتهي أصلاً، كان هناك موافقة مبدئية على الأقل من البيت الأبيض تحت الضغط بتمرير قانون قيصر كما هو دون إجراء تعديلات. أعتقد للأسف أنه ضمن السياق الذي ذكرته الواشنطن بوست هذه المعادلة تتغير اليوم. ما تقوله إسرائيل اليوم أنها مقتنعة بفضل بعض الجهود الإقليمية، مقتنعة بأنه نظام بشار الأسد على مقدرة لإخراج إيران من سوريا وقطع طرق الإمداد التي تقدمها سوريا إلى حزب الله في لبنان. طبعا هذا الأمر بعيد كل الأمر عن الواقع، تخيل أن نظام بشار الأسد يستطيع إخراج إيران، ولكن للأسف أن الحكومة الإسرائيلية مقتنعة بذلك وتحاول إقناع إدارة الرئيس بايدن اليوم بتقديم تنازلات فيما يتعلق خاصة فيما يتعلق ببرامج العقوبات، وخاصة فيما يتعلق بغض النظر عن تقديم بعض الدعم المالي لإعادة الأعمار من خلال البنك الدولي. فالسؤال أمامنا اليوم طبعا ما الذي سيحصل خلال هذين الشهرين القادمين، الشهر
الشهر الحالي والشهر القادم، وسيكون أمام إدارة الرئيس ترامب تحدي إضافي لعكس المسار الذي قد تتخذه إدارة الرئيس بايدن في سوريا لا سمح الله إن قررت المسير في يعني برأيك هلأ نحن نتحدث عن ترامب، لكن هناك ما يزال أكثر من شهرين لتسلم ترامب المنصب، برأيك يمكن أن يحصل تغير ما يؤثر لاحقا حتى على فترة ولاية ترامب في التعاطي مع الملف السوري يحصل خلال هذه الفترة التي ما يزال فيها بايدن رئيسا للولايات المتحدة؟ بالتأكيد بلا شك، كما ذكرت مع نهاية العام إذا أصر الديمقراطيون على عدم تمديد قانون قيصر فسيكون هناك تحدي إضافي لوضع القانون مرة أخرى على الطاولة أمام المشرعين ومحاولة تمريره قبل نهاية العام. طبعا في هذه الفترة التي لم يكن فيها قانون قيصر فاعلا كما ذكرت إن حاولت إدارة الرئيس بايدن المسير في هذا المسار طبعا ستستغل كل الدول الإقليمية وربما بعض الدول الأوروبية هذا الفراغ لمحاولة إقامة بعض المسارات مع نظام الأسد. فالتحدي حقيقة سيكون أكبر نوعا ما أمام إدارة الرئيس ترامب، لأننا سنجد ضغوط حقيقية من بعض الدول الأوروبية كما رأينا خلال العام الماضي ومن بعض الدول العربية لمحاولة عدم إقرار القانون مرة أخرى. فالتحديات في هذا الشأن حقيقة لن تكون قليلة بالتأكيد، وهي ليست تحديات كبيرة أيضا أمام إدارة الرئيس ترامب، هي تحديات أيضا كبيرة أمام المجتمع السوري الأمريكي الذي كان هو على الخط الأول عمليا في محاولة تمرير هذه القوانين. طب أستاذ ضياء، هل هذا ممكن؟ يعني من ناحية نحن على مفترق طرق يبدو، لأنه من ناحية ترامب كان لديه حين كان رئيسا موقف أكثر تشددا قياسا ببايدن من بشار الأسد والنظام السوري، لكن هناك مسار تطبيع بدأ إقليمي وعربي تحديدا حاليا مع النظام السوري، وعلى الطرف الآخر هناك قوانين، يعني إذا أقر مثلا قانون مناهضة التطبيع هل يعرقل هذا مسار التطبيع إلى أي درجة؟ هل يعني إذا جدد تم التجديد لقانون قيصر أيضا؟ بالتالي برأيك كيف سيتم التعامل مع هذه الملفات من حيث تأثيرها أيضا وأثرها على مسار التطبيع تحديدا مع النظام السوري؟ طيب معلش أعمل تعقيبين صغار قبل ما أجاوب على سؤالك إذا تسمح لي. أول شيء كتير كتير بوافق مع اللي قاله الأستاذ كتيبة، إنه ليش أمريكا طبعا إنه هو أعاد تحليل سياسة أمريكية مع عهد أوباما، لأنه بدنا نعرف إنه أوباما من ناحية المنهجية حتى فلسفيا بالسياسي كانت خطته التوجه شرقا، بمعنى هو أراد أن يخرج منطقة الشرق الأوسط حتى أن يربط الاقتصاد بشرق آسيا. هو ما كان راغب ابدا بالمنطقه، بيشوفها منطقه كلها مشاكل، اللي هو وعلى ارثه لا يزال الحزب الديمقراطي يعني يحذو هذا الحذو. عندك ترامب بالمقابل على العكس تماما، يرى ان الاقتصاد مرتبط بالشرق الاوسط، الاقتصاد مرتبط بقطاع النفط بانتاج الطاقه، لهيك هو عنده اهتمام بالشرق الاوسط. اسرائيل ملف محوري للاثنين، ما حدا يقول لك والله إسرائيل هون وإسرائيل ملف محور الاثنين، وهذا له أسبابه وفينا نحكي بأسبابه. هي بداية، فأنا كتير اتفق مع أستاذ كتيبة، بس عم بحكي أيضا الجانب الاقتصادي، ليش أمريكا فلسفة أوباما التوجه شرقا كانت. طيب هلأ وين بختلف مع الأستاذ مسعود؟ بما يلي، أنه شوف في فرق بين أن نحكي على ترامب كأنه نحن عم نعمل خيو أدفوكاسي أو حملة انتخابية للحزب الديمقراطي، وبين ما نحكي عنه تحليل وفق نظام القانون الأمريكي. يعني إذا بدنا نعمل أدفوكاسي للحزب الديمقراطي ونقول إيه والله ترامب يا أخي فاشس بده يعمل ويعمل، أمريكا دولة عمرها 250 سنة، أخي الكريم 49 دولة حاولت تنفذ النظام الرئاسي تبع أمريكا، بتعرف كم دولة نجحت؟ وحدة، أمريكا، كلهم فشلوا. أمريكا دولة قانونية، دولة مؤسسات، الرئيس ليس له سلطة مثل يعني حتى نحن هلأ بحوارنا مثلا، يمكن أكيد كتيبة محافظ ألقاب يعني الزلمة بيعرف بيروح وبيعمل مناصرة وكذا، عرفان شو عم يحكي لما عم يقول مثلا الرئيس وقع، بس هو بيعرف أنه الرئيس ما هو بسن التشريع، الرئيس دوره أساسا دور بسن التشريع، بس أنه إذا عمل له فيتو بيعقد الموضوع. بس السؤال هو ما يلي هاي التشريعات طيب وين كانت؟ وهنا هنا السؤال، يعني هل سيكون له دور على موضوع التطبيع تحديدا؟ بس اكمل لك هالفكرة، هو هذا الرئيس هاي التشريعات وين عم تمر؟ عم تمر ملحقة بميزانية وزارة الدفاع معظم هاي التشريعات، الرئيس ما مستحيل يعمل له فيتو لميزانية وزارة الدفاع. يعني هاي هي الأمور اللي تلحق بتكون أمور غير جدلية، أو خلنا نسميها أمور بدها يمشوها بالكونغرس
مشان تتوقع يعني هاي أمور ما عم طيب. عم تتناقش بشكل مستقل. هلأ إجابة على سؤالك بعجالة، إجابة على سؤالك، هلأ الرئيس يوقع أو ما يوقع على قانون إجا لعنده، هو نرجع منقول مثل ما حكى كتيبة، مثل ما حكيت أنا، سوريا ملف ثانوي، هي حسب هذا القانون شو بيخدم. ونقطة أساسية على قانون قيصر، أنا حكيت هذا الحكي على تلفزيون سوريا 50 مرة، على بي بي سي 50 مرة، يا أخي قانون قيصر لم يخلق جديدا، هاي القوى الرئيس اللي عم يمنحها هي قوى موجودة بحال الطوارئ الاقتصادية كذا كذا كذا، عفوا الكونغرس عم يمنحها للرئيس. هو فعليا هدفه أنه إذا وزارة الخارجية ومجلس التنفيذي أو السلطة التنفيذية أرادت أن تقوم بكذا وكذا، صار عندها سند قانوني وبيصير قوتة بالنظام الفدرالي بأعلى مرحلة، وبالتالي ما حدا بيقدر يوقفه. هي تفويض تقريبا، بس هذا التفويض ما أنه ملزم، ملزم يقدم تقرير بس ملزم ما يطبق، يعني عرفت عليه، يعني يكون في إدارة أساسا يعني راغبة بأنه تنفذ هاي الأمور. ومثل ما حكى كتيبة قال لك مثلا شفنا إدارة ترامب عم تشتغل أكثر بالإنفاذ، شفنا إدارة بايدن موقفة، فبالتالي يعني لا تعول كتير يعني كمان. طيب. لما نحكي قانون قيصر شيء رمزيته ومناصرته إله شيء، بس لا نكبر حجمه القانوني بنظام فدرالي عمره 250 سنة هلا رح نحتفل فيه قريبا. طيب، وطبعا يعني نذكر أيضا بأنه الجمهوريين سيطروا على مجلس الشيوخ وربما في طريقهم أيضا في مجلس النواب. أستاذ ماهر، أريد أن أخذ رأيك مسألة التطبيل، لأنه مسألة مهمة يعني في انعكاس على الملف السوري. وربما يعني نذكر بأنه ترامب خلال فترته الرئاسية الماضية كان عراب اتفاق أبراهام أو اتفاق إبراهيم، الذي بموجبه يعني طبعت العلاقات بين دول عربية وإسرائيل. هل يمكن أن ينعكس ذلك أيضا على سوريا؟ يعني هل من المحتمل مثلا أن يخرج بشار الأسد من محور المقاومة إلى محور الاعتدال أو التطبيع مثلا، وينضم يصبح مرضي عنه أمريكيا وإسرائيليا؟ هل هذا احتمال وارد؟ هلا هذا شيء معقد، شيء معقد إنه لأنه كتير بده خطوات سابقة له. يعني أنا على عكس صديقنا قتيبة بتخيل اللي حكى عن إنه مستشاري ترامب وغيرهم، أنا بعتقد سوريا دولة خردة، والتأثير الأساسي ما رح يكون من يعني من الفئات الصغيرة، مع أنها مهمة مهمة والتفصيلات الصغيرة، ولكن رح يكون من خلال الدول الإقليمية والدولية. يعني رح يكون من خلال كيف رح يحل ترامب قصة يعني علاقة مع روسيا، ومقابل شو؟ مع إيران، مع تركيا، مع إسرائيل. يعني هدول الأربع دول الأساسيات هن اللي بدي يحددوا مصير العلاقة مع سوريا. هو علاقة شخصية نذكر يعني كانت جيدة إلى حد ما، مع يعني باستثناء إيران طبعا عداوة، لكن مع إسرائيل ممتازة، مع نتنياهو، مع أردوغان كانت جيدة، مع بوتين كانت أيضا جيدة، لم يكن علاقته كانت أفضل مثلا من بايدن معهم. يعني مع بوتين كانت وستبقى، مع إسرائيل كانت وستبقى، مع أردوغان لا، خلافية نتيجة، يعني ما راح أفوت بها التفاصيل لأنه كتير خلافية، يعني انكتب كتير عن الموضوع. ومع إيران حدية جدا راح تكون نتيجة إسرائيل ونتيجة ترامب نفسه اللي تعرض لمحاولتين اغتيال. هلأ فيما يخص التطبيع، خلينا نكون واضحين بمسألة، كل الدول تريد تطبيع مع النظام السوري، يعني ما في ولا دولة لا تريد التطبيع. هلأ السؤال المهم هون هو ما الذي، يعني النظام لا يستطيع التطبيع، يعني هو غير قادر أصلا على التطبيع، يعني نتيجة مجموعة كبيرة من الأشياء، نتيجة التناقضات اللي عم بتصير. على سبيل المثال هلأ كل الدول العربية بدها تطبيع مع النظام، هل قادر هو يعطيهم شيء، يحقق شروطهم؟ هل قادر يستغني عن تجارة المخدرات؟ هل قادر يستغني عن الكبتاغون؟ لما عم بيمشي أكثر بالتطبيع، مين اللي عم بيوقفه؟ إيران. لما يعني إذا أنت بتلاحظ أنه فإذا أنا باعتقادي هون الذي بده يحكم مسار التطبيع هو التطبيع اللي رح يمشي باعتقادي على بدور ترامب، رح يمشي مع الدول بين الدول العربية وخاصة السعودية وإسرائيل. طبعا يعني مثلا بهذا الكتاب اللي هو طبعا بتعرفوا يمكن انتم انه اللي الصحفي اللي كاتبه هو اللي عمل يعني وقت فضيحه ووتر جيت،
وبيحكي بشكل واضح عن يعني شو اللي طلبه مثلا الملك أو بن سلمان بن بلينكن. يعني بيحكي بشكل صريح وواضح عن أنه بيقول له أنا بدي تطبيع هلأ قبل بكرة، ولكن أريد الهدوء في غزة. نفس الشيء بن زايد، إذن الجماعة أيضا مصرين على تطبيع مع إسرائيل، ولكن بدهم هدوء بغزة. هذا التحدي الأساسي اللي بده يعني إذا قدر يحققه ترامب، لأنه يعني هو حكاها بالترامب أثناء الحملة أنه لازم يتركون يكفوا المهمة، ولكن كيف تطبيقه على الأرض الواقع أنه ينهي نتنياهو مشروعه في غزة وبحماية ترامب وممكن يوصل للضرب الإيرانية، فهذا اللي ممكن يغير كل شيء. يعني كان ضياء عم بيحكي عن أنه دولي وديمقراطي يعني وقانون وما بعرف شو، ما هذا الحكي يعني معروف، بس عمليا يعني ترامب هو مغير وسوف يغير، يعني مغير شديد لكل تاريخ السياسي الأمريكي. ما عم بقول أنا يعني ثورة، ولكن عمليا إذا بتنتبه أنت هلأ، إذا مثل ما حكيت مجلس الشيوخ، مجلس النواب، أكبر تصويت شعبي، أكبر تصويت بالمندوبين، يعني ومن هلأ بلش يعني إذا متابعين كمان شو تصريحاته الأخيرة، من هلأ بتحسوا بلش يحكم، بده يحل الدولة العميقة، بده يلغي قوانين اللي من هلأ عم يحكي شو هو مشاريعه. وطبعا طيب، واعد بإنهاء الحروب. هلأ إنهاء الحروب فعلا ترامب ممكن قادر على إنهاء الحروب، ولكن ممكن أيضا يجرنا لحروب جديدة. آخر يعني بالعودة لمشان ما نضيع، لأنه كتير الموضوع فعلا مركب ومعقد، باعتقادي التطبيع مع النظام السوري، تطبيع الدول، هو بده يكون تابع بشكل أساسي على نتائج حرب غزة. وبالتالي لما بتحكي عن هون أنت بدك تروح لطلبات نتنياهو مثلا، أنت عمليا شو المطلوب من نتنياهو؟ هي تحديد أو إبعاد وجود إيران من سوريا. قديش هذا الحكي، قديش هذا قديش إسرائيل بالتعاون مع ترامب، مع روسيا، مع قادرة على إبعاد إيران من 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 سوريا، إذا ممكن تمشي باتجاه التطبيع. طيب، أما التطبيع وطبعا باتجاه التطبيع العربي اللي هو أصلا ماشي، ولكن بانتظار إنه النظام يكون قادر على تقديم أي يعني أي شيء، يعني أي ضماني مثلا على سبيل المثال للحدود، أي ضماني ضد إيران، أي ضماني طيب من أجل الكبتاغون، ما قادر حقيقة. يعني طيب، خلافات داخل النظام السوري أو من المسيطرين عليه، فلهيك بتخيل الموضوع كله يعني مرتبط بالملفات الإقليمية. طيب طيب، يعني هناك نقطة لابد من يعني حديث عنها أستاذ قتيبة، لأنه هناك قوات أمريكية موجودة في شمال شرقي سوريا. المرشح الرئاسي الأمريكي السابق للرئاسة روبرت كينيدي جونيور قال بأنه ترامب سيسحب القوات من سوريا. جيمس جيفري المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا حذر من أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا. ما مصير هذه القوات مع قدوم ترامب؟ تمام. طبعا الحديث عن الانسحاب هو حديث قائم كان بالأصل في سواء ربح الجمهوريون أو الديمقراطيون الانتخابات الرئاسية القادمة. بالدرجة الأولى الانسحاب هو مرتبط بشكل أساسي بمصير التحالف الدولي ضد داعش، والإطار القانوني الذي يمكن للولايات المتحدة من خلاله أن تضع خطوط إمداد لقواتها الموجودة في سوريا، وهو بشكل أساسي مرتبط كان بوجودها في العراق. فطبعا إلى الآن وجود التحالف الدولي ضد داعش ينتهي حسب اتفاقات الأخيرة في أيلول من عام 2026، فلنقل أنه هذا هو الحد النهائي الذي يجب على الولايات المتحدة أن تستكشف ما هو مصير وجودها في سوريا. هل تتعاون مع تركيا لإمداد هذا الوجود؟ هل تجد اتفاق آخر؟ أم هل تنسحب من سوريا كما كانت إدارة الرئيس بايدن تتحدث بالفترة الأخيرة، وتحاول إيجاد إطار ما مع تركيا تحفظ من خلاله وجود العمليات ضد داعش ومنها العمليات ضد إيران أيضا بشكل أو بآخر؟ طبعا بالنسبة لإدارة ترامب يجب أن نتذكر بشكل أساسي، اليوم الوجود الأمريكي في سوريا ليس وجودا ضد داعش، هو وجود بالدرجة الأولى ضد إيران، وهو عمليا
يجبر الإيرانيين على استخدام ممر وحيد هو عبر البوكمال كي تدخل المساعدات والإمدادات لحزب الله وميليشياتها الأخرى في المنطقة. هذا طبعا من وجهة نظر أمريكية جيد، لأنه يضع كل ذلك تحت المراقبة عمليا، ويمكن من خلاله أن تقدر حجم الإمدادات وطبيعتها وأين تذهب هذه الإمدادات. بالنسبة لمصيرها وبناء على ما تم كتابة تقارير عنه مما ذكره روبرت كينيدي، أعتقد ما كان يتحدث عنه الرئيس المنتخب ترامب هو الانسحاب الأمريكي من المنطقة الحدودية الشمالية بالذات، أي من مناطق ما شمال أوتوستراد الام 4. هذا الأمر تم حديثه في فترة رئاسة ترامب الأولى، وحقيقة حتى السفير جيفري في لقاءات خاصة خلال السنوات الماضية ذكر أنه حتى الانسحاب الأمريكي كان من وجهة الرئيس ترامب في ذلك الوقت ليس انسحابا كاملا من سوريا، وإنما انسحابا بالذات من المناطق التي يمكن للقوات الأمريكية أن تكون هي في المنتصف، ربما ما بين قوات قسد وما بين أي قوات تركية تود الهجوم. لذلك توقعي الشخصي طبعا أنه إذا حصل أي انسحاب سيكون هذا الانسحاب كما ذكرت من المنطقة الشمالية بعرض 30 ل40 كيلومتر على الحدود التركية السورية، بينما ستبقى القوات الأمريكية في التناف وفيما يسمى بمنطقة شرق شرق، المنطقة الأمنية شرق شرق، وهي شرق خط الام 7، لأنها أساسية اليوم في عمليات مواجهة إيران، أو على الأقل في العمليات الاستخباراتية لمراقبة نشاطات إيران عبر سوريا. أستاذ ضياء، أشار أستاذ قتيبة لموضوع تركيا، والحقيقة أمس الرئيس أردوغان قال بأنه سيناقش مع ترامب حين يعني يصبح رئيسا يتسلم الرئاسة موضوع انسحاب قوات أمريكية من مناطق شمال شرقي سوريا. ونتذكر حين كان رئيسا ترامب 2019 جرى اتفاق بين الرئيسين ترامب وأردوغان، وبموجبه قامت تركيا بعملية نبع السلام في شمال شرقي سوريا. هل يمكن أن يحصل تفاهم مجددا حول ذلك برأيك؟ ممكن يحصل تفاهم قصدك بين أمريكا وتركيا، بمعنى تنسحب قوات القوات الأمريكية من مناطق شمال شرقي سوريا أو من مناطق معينة؟ أكيد تنسحب، لكن الانسحاب وارد حقيقة، بس مجددا نشوف الانسحاب أخي الكريم هو رح يكون نتيجة لمعادلة عما يتم صياغته بالمنطقة. وخليني أكون أوضح بشوي، يعني على سبيل المثال اليوم عندك نتنياهو عامل مشروع، فعليا مشروعه شو بده، مثل ما يمكن ذكر أخونا كتيبة، عم ينظف مناطق من إيران، بده يعدل من إيران اللي هو whatever، عم يحتل أراضي جديدة، بده يضم غزة، ما بعرف مشروعه بنياته وشو تفصيلاته، تمام؟ بالظاهر علينا أنه هذا الزلمة ما نو فاتح الحرب، تمام؟ عندك السعودية، السعودية اليوم عندها مشروع اقتصادي كبير، هذا المشروع الاقتصادي لن يقوم في المنطقة إذا كانت المنطقة فيها عدم استقرار سياسي، ما حدا، مين رح يستثمر؟ الاقتصاد مرتبط بالاستقرار السياسي، لن يستثمر أحد في هذه المنطقة إذا لم يكن هناك استقرار سياسي. كيف الاستقرار السياسي؟ وأنا هون كمان مثل ما تفضل كتيبة، هذا رأي شخصي، أنا تحليلي أنه هناك توافق، هذا التوافق ما ضروري علني، توافق مصالح قد يكون بالتوازي، ما ممكن ما حاكين مع بعض، هناك توافق لإنهاء مشاريع الإسلام السياسي في المنطقة كلها، حزب الله، أنصار الله، حماس، فتح، أي شيء إسلامي رح ينهو، الإسلام السياسي سينتهي من هذه المنطقة. كل اللاعب الآخر رح يكون لاعب سياسي بناء على فكرة البوست نيوليبراليزم، يعني بمعنى اليوم نحن خلصنا من عصر ما بعد الحداثي، هلأ في رح يجينا تشكل عصر جديد، هلأ عم يتشكل معنا هذا العصر حاليا، عم تنوضع ركائزه بالمنطقة، في ناس تصيغه. أنا بفهم من يمكن طلبكم استضافتي ولا استضافة الشباب، نحن معنيين بالملف السوري، مضبوط، أمريكا عندها رؤيته السياسية، كل فريق عنده رؤيته السياسية. السوريون أنا من وجهة نظري ها هم أبرز الخاسرين في هذه المعركة، لأنه ليس لديهم اليوم لاعب حقيقي يمثل مصالحهم. هاي الحقيقة محزنة مع الأسف، كتير سيئة، ولكن هذا ما سيجري. اللاعب الوحيد الموجود لاعب لا يؤيده السوريون، ما بيحبوا السوريين، رجل انتهك القوانين،
ما شرعيته على المحك ولا لا يوجد شرعية، صح؟ طيب هون هلأ حللنا وحكينا وترامب وغيره وكذا، كيف الطريق إلى الأمام؟ طريق إلى الأمام إنه السوريين يحاولوا يموضعوا ذواتهم في هذه المعركة السياسية المفصلية لتشكيل المنطقة وأن يكون لديهم مشروع قوي. طيب. الساحة مفتوحة مع شخص مثل ترامب، الساحة مفتوحة لأنه شخص مصالحي. طيب شخص مصالحي، أريد أن أختم بهذه النقطة مع أستاذ ماهر، يعني شخصية ترامب الحقيقة يعني تلعب دورا كبيرا، وما كما قلت يصعب التنبؤ بتصرفاته، ينظر إليه عادة على أنه رجل أعمال ويتصرف حتى يعني حين يكون رئيسا أو يعني كسياسي يتصرف كتاجر بمصلح أو بمنطق المصلحة المالية والاقتصاد والمكسب المالي، حتى حين يتحدث مع الناتو يعني يقول لماذا سنساعد أوروبا إذا لم تدفعوا لنا المال. ما انعكاس ذلك برأيك على الملف السوري؟ لأنه لا يبدو أن سوريا تشكل أصلا يعني مكانا مغريا أو فيه مصلحة مباشرة اقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة. نعم، يعني هي الرؤية اللي الكثير يعني اليوم ما بتسمع من حدا إلا حكي عن ترامب تاجر وبيعمل صفقات، ولكن فيها شيء من الصحة ولكن تعمي هذه الفكرة، لأنه ترامب ليس فقط ذلك، وخاصة بإدارته هاي، لأنه هلأ شايف حاله هو رجل رح يعمل شيء تاريخي لأمريكا وللعالم، وفعلا هو شخصيا شايف حاله كمخلص. يعني هي واحد. اثنين، القوة اللي استخدمها ترامب أو اللي بصدد أنه يستخدمها بتخيل هي لا تقوم فقط على أنه يعني صفقات، تقوم على سبيل المثال بعلاقة مع إسرائيل، ما في شيء أبدا بصح بهذا الموضوع، بالعلاقة مع إيران نفس الموضوع. إذن يعني هي رؤية يعني فيها شيء من الصحة، ولكن يعني لأنه في دول حسبت على هذا الأساس، يعني مثل السعودية سابقا أجرت حساباتها على أنه ترامب زلمي بس نحن بنعطيه مصاري وهو بيعملنا اللي بدنا إياه. هذا الحكي مش صحيح. يعني بتخيل نحن مهم كمان نشوف الـ يعني السيكولوجيا الترامبية كيف قال يتعملها، وممكن وين المهم أيضا نشوف يعني الأبعاد الجيوستراتيجية اللي عم تحكم المنطقة، لأنه هذا من خلال هاي الأبعاد، من خلال هاي النظرة الواسعة بدنا نشوف نحن سوريا. فأنا بتقديري الشخصي أنه سياسة ترامب باتجاه سوريا أول محدد لإلها رح يكون هو إسرائيل. حكى صديقنا بتخيل قتيبة أو ضياء عن أنه نتنياهو شايف أنه الأسد يعني قادر على إخراج إيران. باعتقادي أنه هندي مو شايفين، أنه بس ما شايفين في بديل أفضل لإخراج إيران، وأنه ممكن يكون مساعد. ولكن إذا بتنتبه أنت بالأحداث اللي صارت بسوريا سابقا، لأنه القطيعة مع حرب غزة هي قطيعة كاملة تقريبا، بعد يعني ما قبل حرب غزة غير ما بعدها، سابقا اشتغلوا كان يأساني إسرائيل من فكرة أنه روسيا ما عم بتساعد بإرجاع الإيرانيين 80 كيلومتر، الأسد غير قادر على إرجاع الإيرانيين، فعمليا هني كان بلشوا يلعبوا على مسألة أنه نعمل يعني منطقة عازلة من السويدة ودرعة والقنيطرة، ويعني دعم هاي المنطقة لتكون هي الرد على إيران. فأنا برأيي نحن ما ننطلق من أنه القصص ما عاد أبيض وأسود وما عاد أنه هي واضحة بالمطلق، نشوفها من خلال يعني تفاعل القوى المتعددة اللي هي أصلا متناقضة، ولكن اللي هي أصلا متناقضة مثل إسرائيل، مثل تركيا، مثل إيران، ومثل وتأثير كل ذلك روسيا. على الملف السوري. نعم. انتهى وقت الحلقة، شكرا جزيلا لكم ماهر مسعود الكاتب والباحث السياسي من برلين، وقتيبة أدلبي رئيس البرنامج السوري في المجلس الأطلسي من واشنطن، وضياء رويشدي الأكاديمي المختص بالشؤون الدستورية والقانون الدولي معنا من ولاية ماساتشوستس الأمريكية. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة من منتدى دمشق، إلى اللقاء.